اليوم سيتم الكشف عن أسلحة يعني طورت وصنعت أيضا يعني صنعت وطورت يمنيا كما تقول المصادر العسكرية. هذه التفتانة من الصواريخ المتنوعة يعني برا وبحرا وجوا، بينها صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة وأيضا بحرية، وكما تتحدث المصادر العسكرية اليمنية عن منظومات دفاع جوي جديدة وسلاح جو أيضا جديد سيدخل الخدمة، إضافة إلى أن هناك أيضا أسلحة أخرى لا نعرف ما هي لكن سيتم الكشف عنها في هذا العرض العسكري المنتظر. وهناك أيضا كما تتحدث المصادر محمد عن طائرات يعني مسيرة سيكشف أو سيزاح الكتار عنها في هذا العرض، وهي طائرات يعني بتقنيات متطورة وجديدة طورت أيضا يمنيا كما تقول المصادر العسكرية اليمنية. يعني أن هذا التطوير، هذه الصناعات للأسلحة وتطوير هذه الأسلحة يأتي أو جاء في خلال يعني سنوات الحرب الثمان وفي ظل الحصار الخالق على اليمن، ما يعني أن اليمنيين استفادوا من هذه السنوات في تطوير أسلحتهم، في تطوير ترسانتهم، وفي أيضا صناعة أسلحة جديدة ومتطورة يعني ستدخل الخدمة قريبا. الآن نشاهد موكب أو مرور رئيس المجلس السياسي الأعلى تقريبا في ميدان السبعين لإعطاء إشارة البدء ربما يعني يصل الآن إلى مكان الاحتفال إلى ميدان السبعين. رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يصل ميدان السبعين بحضور هذا العرض العسكري. نعم نعم أحمد، وسنتابع نحن وأنت والسادة المشاهدون يعني لقطات حية مع الأجواء العامة لهذا العرض العسكري الذي سينطلق رسميا في غضون دقائق قليلة من ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، لنستمع إلى كلمات الترحيب وأيضا إعطاء الإذن ببدء هذا العرض العسكري. هذا الموكب الذي يظهر الآن على شاشة الميادين في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء هو لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، حيث يلقي التحية وبعد دقائق قليلة سينطلق رسميا هذا العرض العسكري الضخم في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء. وكما كان يتحدث قبل قليل مدير مكتب الميادين الزميل أحمد عبد الرحمن حول هذا العرض العسكري، حول الصنوف في القوات المسلحة اليمنية التي ستشارك به، حول الطائرات الحربية التابعة للقوات المسلحة.